أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية. في كل حلقة نختار لكم الأميز والأفضل، يتميز ضيفي بذوقه الرفيع، فبدايته كانت بسيطة وانطلاقته بدأت في خطوة واثقة على طريق النجاح. رحبوا معي في ضيفي الأكثر تميزا في هذه الحلقة، السيد خليل حجازي صاحب ملحمة الأمل. أهلا وسهلا فيك سيد خليل. فيك أكثر، الله يسلمك، طول عمرك. في البداية بتعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو خليل حجازي وكيف بدأت مسيرة نشأة حياته؟ خليل حجازي بلش تعلمت الصنعة عند عمامي. نعم. المفضل الكبير علي اللي هو الحاج ماهر حجازي، علمني الصنعة، صاحب ملحمة عالية جبل حسين. وبعدين اشتغلت مع أبوي برضو، والدي من المعلمين الدرجة الأولى كانت في المملكة. جميل. اشتغلت معه فترة طويلة، بعدين فتحت ملحمة منطقة شعبية ماركة جنوبية، استقلت لحالي وبلشت من الصفر في الملحمة. جميل. وكبرتها الحمد لله، والحمد لله رب العالمين، فضل من رب العالمين صار لي اسم لامع بنادي السباق اللي هي ماركة جنوبية. نعم. وبعدين فتحت ملحمة هون بالهاشمي. نعم. وبعتها ورديت فتحت، أنا صار عندي بتر بإجري. نعم. وقفت عن العمل فترة طويلة، وولادي تعلموا الصنعة عند عمامهم. جميل. واستقلوا ولادي. وقلت لأفتح لهم المحل هذا، والحمد لله رب العالمين ما لقينا أي صعوبة، يعني الحمد لله إن سمعتنا بالهاشمي ما شاء الله. كيف بتشوف إقبال الزبائن على والله الحمد لله، الحمد لله بحمده وبشكره مليون مرة. وأسعار متناول الجميع؟ أسعار متناول الجميع، وعندنا لحوم الصنف الأول. جميل. خلينا نحكي للسادة المشاهدين ونعرفهم أكثر عن أجود أنواع أو أنواع اللحوم الموجودة في ملحمة الأمل. خروف البلدي، خروف الروماني. نعم. العجل المستورد، العجل البلدي. بنعمل طبعا برجر بخلطة خاصة مميز للزباين. جميل. عندنا شغل يعني مميز. ايش اللي يميز ملحمة الأمل؟ اكيد لكم منافسين بهذا المجال، واكيد في لكم مميزات ميزكم عن غيركم من الملاحم الاخرى. من عارف يسد المشاهدين اكثر؟ عندنا الصدق بالمعاملة. نعم. جودة البضاعة. جميل. النظافة. والدي الله يرحمه علمني شغلة، انه لما بيجيني ولد صغير ما اعتبروش ولد صغير، اعتبره زلمه كبير، لانه اللحمه رايحه للكبير. صحيح. الكبير لما بشوف اللحمه بنبسط منها، بقول له ارجع نفس الملحمه. لما في لحامين بيستغلوا الصغير. نعم. طبعا هيك خسر زباينه وخسر كل شيء. اما انا الحمد لله رب العالمين، يعني بعتبر الصغير او اللي بصيني على التليفون مثله كأنه موجود وشايف اللحمة اللي بنعمله إياها، وهي علمتها لأولادي كمان. جميل. أكيد سيد خليل ملحمة ربع الأمل جديدة هون صار لها شهرين بس، إنه ما شاء الله يعني صيدكم في منطقة ماركة والهاشمي، وحاليا أنتم في منطقة الهاشمي كمان. نعم. إلك نظرة مستقبلية، إلك ممكن أنك تتوسع، وعلمت الصنعة هاي لأولادك. نعم. فكرة تتوسع ممكن إن شاء الله أفرع أخرى إن شاء الله. وين بتشوف ملحمة ربع الأمل بعد 5 سنوات أو على المدى البعيد؟ يعني ممكن بالضاحية مثلا. في ابني الكبير فاتح نادي السباق ملحمة سماها ملحمة نغم. نعم. برضو ما شاء الله يعني وضعها ممتاز. جميل. ولها زباينها، لأنه احنا معروفين كمان بنادي السباق. جميل. سيد خليل، انت نشم من نشام الوطن، اكيد انك رسالة للشباب، يعني اكيد رسالة تقدمها لأولادك اول شيء كونك تخطط. نعم. الملحمة، ورسالة للشباب العاطلين على العمل وتعامل وثقافة العيب، شو ممكن انك تحكي لهم او توجه لهم رسالة؟ والله انا يعني بوجه رسالة للشباب انه الصنعة ممتازة. نعم. الصنعة ممتازة والعلم ممتاز، والصنعة ممتازة والكفاح كويس، مش يقعد بالدار يقول يا رب ارزقني، يسعى الواحد. صحيح. من سارع على الدرب وصل، واكيد سيد خليل انت نشم من نشام هذا الوطن، لو قدر لك والتقيت بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، شو ممكن انك تحكي له او توجه له رسالة؟ والله هي جلالة الملك الاب الكبير لنا، وبحييه
وانا دائما بنزل له على الفيس، انا مشرف في مجموعه عشاق الهواشم، ويومي بنزل له الحمد لله رب العالمين من احباب جلاله الملك والعائله الهاشميه. ملحمه ربوع الامل اعزائي المشاهدين منطقتها في الهاشم الشمالي، اكيد ارقامها وتفرقها على الشاشه. في نهايه اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان نتقدم في جزيل الشكر والعرفان للسيد خليل حجازي صاحب ملحمه ربوع الامل على وجوده معنا عبر شاشه كفاءات اردنيه. كل الاحترام لك سيد خليل، نورنا مره اخرى عبر الشاشه. الله يسلمك، طول عمرك، الله يعافيك، طول عمرك، شكرا لك. ونواصل أعزائي المشاهدين الكرام من ملحمة ربوع الأمل في منطقة الهاشمي الشمالي، وضيفنا لهذه الحلقة أكيد نشمي من نشام هذا الوطن وكفى بنعتز فيها وفارس من فرسان التغيير، وهو السيد محمد حجازي، أكيد ابن صاحب الملحمة السيد خليل حجازي. بداية سيد محمد، بداية مرحب فيك في هذا البرنامج الوطني، نحكي لك مساء الخير. الله يسلمك. أكيد من ملحمة ربوع الأمل من ماركة الجنوبية إلى الهاشمي الشمالي، أكيد من ملحمة أيضا ربوع الأمل بحلتها الجديدة. بداية أكيد بنرحب فيك في هذا البرنامج الوطني، نحكي لك مساء الخير. يا مساء النور، الله يسلمك. خلينا نتحدث الآن سيد محمد عن مسيرتك العلمية والمهنية من نادي السباق منطقة ماركة الجنوبية إلى الهاشمي الشمالي، كيف فتحتم هذه الملحمة وكيف وشو فكرة الملحمة من الأساس؟ فكرة الملحمة هي أنا أول شيء كنت بتعلم مع أبوي بماركة الجنوبية وأنا صغير، أنا وأخوي كمان، وكنا ندرس ونشتغل برضو، ما عندنا مشكلة، فتعلمنا كيف الحياة، كيف تكون الشغل، كيف يكون إنه الحياة مش سهلة برضو زي ما أنت عارفين، دعكنا منيح برضو، وبرضو كنا ندرس. نعم. وصلنا يعني قبل الثانوي الإعدادي، آخر الإعدادي، وتركت إنه ما كمل، ما تزبط إنه دراسة وشغل مع بعض. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، يعني سيد محمد نتحدث الآن عن جودة أنواع اللحوم، نتحدث عن أبرز أنواع اللحوم الموجودة داخل هذه الملحمة. إحنا طبعاً بنجيب لحم صنف أول دائماً، مخدوم ختم المسلخ، يتكون من عندك خروف روماني، خروف بلدي، وعجل مستورد وعجل بلدي. نعم. ما نجيبش اصناف. نعم، بالنسبه لاقبال المواطنين يعني يمكن اكيد في ناس بتحب اللحوم البلديه، وفي اكيد ناس. اكيد طبعا اكيد في اقبال على البلد، وفي برضو اقبال على الروماني كثير، الروماني. بس اما الاسترالي والشغلات الثانيه هي ما فيها اقبال كثير، انه انظف شيء بالنسبه للحامين البلدي بعدين الروماني بعدين بس. جميل. سيد محمد، كيف بتشوف اليه العمل داخل هذه الملحمه؟ اكيد هذه المنطقه منطقه شعبيه، اكيد كيف بتشوف؟ احنا الصراحة يعني صحيح انه احنا هون صرنا فاتحين المحل شهرين، بس احنا لنا زباين كثير بالهاشمي. يعني انا من بالمحل هون من 5 سنين تقريبا، من ملحمة عمامي تعلمت الصنعة عندهم، في لي زباين كثير. اول ما فتحتنا هون دغري يجونا الحمد لله. اكيد. شو طموحاتك سيد محمد؟ شو رؤيتك المستقبلية؟ رؤيتي المستقبلية التفرع، ومش حنضلنا على المحل هذا اكيد طبعا، واهم شيء اهم شيء بالنسبه لي السمعه الطيبه اللي انتم جيتوا عليها. اكيد الله يطول عمرك يا رب، اكيد سمعتكم اكيد والسمعه والشعبيه اكيد سابقيتكم، من اين جاءت هذه الشعبيه استاذ؟ والله طلع علي من حسن التعامل مع الزباين، مع الاناقه، مع النظافه، من جوده اللحمه، من كل شيء. يعني من سيد محمد اكيد اكيد يمكن اخاك اسمه احمد؟ نعم. نعم احمد حجازي. نعم سيد احمد، خلينا نعرف استاذ المشاهدين عن حضرتك، تفضل. احمد خليل محمود حجازي، وكون محمد اخوي الكبير، والدي خليل محمود حجازي. نعم، يعني سيد احمد كيف بتشوف العمل داخل هذه الملحمه؟ جيد جدا. نعم نعم، يعني سيد احمد اكيد ما شاء الله انت شاب اكيد يافع من فرسان التغيير ايضا، قديش عمرك ما شاء الله؟ 20. 20 عام ما شاء الله، يعني شو بتحبوا يعني توجهوا رساله لجيل الشباب؟ خلينا نوعيهم، خلينا نبعد ثقافة العيب، نقلل البطالة. هلا هي ثقافة العيب هاي مشكلة كبيرة يعني. بقول لك أنا أشتغل هيك، لا أدرس، لا أعمل. هلا أشوف الواحد لازم يجتهد، يتعب حاله، إذا مش بالدراسة بالعمل، يروح يجاهد، يدور، يحفر بإيده، يدور، يلاقي له فرصة، أما يضلوا قاعد تجيني بكرة يوم وربنا بيرزق اللي بيصير. وربنا بيرزق حدا، بس دائما إيش الواحد؟ يكافح، يساعد، يبني لحاله فرصة.
عشان الواحد يقدر يصير. اكيد نحكي لجيل الشباب من صار على الدرب وصلوا لكل مجتهد نصيب. احنا بنحيي دوركم اكيد واستاذ من استاذ محمد واستاذ الله يسعدك يا رب. احنا بنرحب فيك اكيد اخ احمد. يعني استاذ محمد شو بتحب الان توجه رساله لكل كل من بيشاهد هذه الحلقه اكيد عبر ملحمه رباعي الامل وعبر برنامج كفاءاته. يعني نحكي للزبائن الكرام يعني تفضلوا وجربونا وان شاء الله ما راح تندموا. واحنا موقعنا الهاشمي الشمالي مقابل حلويات العين بتاوي. اكيد احنا بنحييك لهذا اللقاء. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك استاذ احمد حجازي. واجي ايضا والدك الله يخليك له. الله يسعدك الاسره الكريمه اكيد ونحيي جهودكم اكيد ودعمكم معنا لهذا. حابب انه نحكي انه احنا برضه بالصنعة ابا عن جد وممكن معروف دار حجازي بصنعه اللحم كلها. يعني كنا نعرف يعني زمان حجازي غوشه هو عمامنا. عمامكم؟ نعم. يعني نحكي من الاب الى ايوه من الجد الى الاب الى الابن من الجد الى الحفيد ان شاء الله. من الجد الى الاب الى الابن الى الحفيد ما شاء الله. من حجازي غوشه وايضا يمكن كملتوا هذا المجهود الكبير اكيد في منطقه الهاشمي ملحمه ربوع الامل. نعم. اكيد احنا نحييكم لهذا اللقاء اكيد للحوم البلديه والمستورده الطازجه يوميا. لكل مشاهد بحضر هذه الحلقه ان شاء الله اكيد يتجه هذه الملحمه العريقه والمرموقه في منطقه الهاشمي لسكان اهل الهاشمي او مناطق اخرى. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يسعدك يا رب. سيد إبراهيم أنت من أكثر الزبائن دائما بتكون هنا ملحمة ربوع الأمل. بتعرف أستاذ المشاهدين أكثر كيف الإقبال على الملحمة وكيف نشوف؟ والله أنا بشوف الإقبال جيد جدا أو ممتاز وعندهم زباين لأنهم هم بيحترموا حالهم بيحترموا الزبون. لحمتهم طيبة جاجهم طيب ما في لف ولا دوران. اللحمة دائما نظيفة وممتازة وأنا بتعامل معهم يمكن من زمان زمان. نعم. عمري ما قطعتهم لو حتى أولادي إذا ما في الأمل ما بيشتروا من برا لحمة والله العظيم ودائما أقولها للشاب. نعم شكرا لك. الله يسلمك.